المنتدى العربي الأول لرجال الأعمال يختتم أعماله في بيروت بعشاء جامع في بيل. اختتم المنتدى العربي الأول لرواد ورجال الأعمال الشباب أعماله في بيروت بحفل عشاء جامع أقامه على شرف المشاركين رجل الأعمال وديع عبسي، الذي قال في كلمة ترحيبية: إن للإنسان هويتان، واحدة بالمولد وأخرى يصنعها بكده وعصاميته. أشكركم من القلب على تلبيتكم الدعوة هذا المساء الذي ولأول مرة في حياتي أشارك في مناسبة كهذا. كيف لا، والمؤتمر والعشاء قد نظما من أجل الشباب، شباب وطني الواعدين، وكل استعداد لأعمل ما يمكن عمله للمساهمة في صناعة مستقبلكم، للحد من الهجرة ولتأمين مقومات عيش لائق بعيد عن الإلفاق وعن الحاجة. كما تخلل حفل العشاء كلمات عدة، من بينها كلمة لوزير السياحة فادي عبود.